بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله معانا غسالة جي إم سي 10.5 كيلو فوق أوتوماتيك. مبدئيا هنتعلم إزاي نعمل ضبط مصنع ليها. طب ليه ضبط المصنع؟ ضبط المصنع إحنا بنعمله في حالة لو في تهنيك في البوردة في البوردة أو الكارتة، إعادة البرنامج، الغسالة بترجع تعيد البرنامج لوحدها، عدم سماع صوت الصفارة بعد انتهاء البرنامج، عدم القيام بعملية من عمليات البرنامج مثلا مثل الشطف، الغسالة تغسل وتعصر ما تشطفش. فاحنا بنستعمل ضبط المصنع في كده. طيب ازاي احنا بنعمل ضبط المصنع؟ نضغط على ازرار اسمه مستوى المية والبرامج مع الاون ورفع ايدينا من على الزراير، هيظهر معانا سي واحد وبنسيبها يبدأ تفضل الشاشة تدود وتطفي لمدة تقريبا 10 ثواني، وبعد كده تطفي الغسالة لوحدها. كده أنا عملت إعادة برمجة من جديد أو إعادة رسترة للغسالة. طيب في حاجة تاني أنا أقدر أعملها وهو اختبار الغسالة. عايز اختبر العصر، اختبر اللفة اليمين، اللفة الشمال، صمام المية، الترومبة، الموتور الشداد، فبقدر اعمل اختبار واقدر احدد ايه القطعة اللي بايظة. طيب بنفس الطريقة بضغط على مستوى المية وعلى البرامج وبضغط على الاون، وبعد كده اضغط دوسة واحدة على مستوى المية، هتبدأ الغسالة تلف يمين وشمال وتسحب معايا مية. يبقى انا اختبرت سحب المية واختبرت اللفة اليمين والشمال. ارجع دوسة كمان هيكتب لي سي 3، هتبدأ انها تختبر الموتور الشداد والترومبة والدوران السريع. دي ببساطة اللي هي شغل البرمجة اللي بقدر احدد بيه. طب ليه حضراتكم؟ انا حضرتك واحد سألني سؤال قال لي ان الغسالة عنده جاب اكتر من فني للغسالة، اللي مرة يقول له الشدادات بايظة، واللي مرة يقول له الجرابوكس، واللي مرة يقول له الكارتة، فيعني الراجل تعب من الموضوع. فانا قلت له حضرتك ضبط المصنع هيبين لك انهي قطعة بايظة، وبناء عن الرقم اللي الشاشة هتديه لك هو ده القطعة اللي بايظة، من غير ما تفك ومن غير ما تجرب ومن غير ما تدخل نفسك في تكلفة عالية. لا، الشركة عاملة الإمكانية دي إن أنت تحدد بيها العطل. إحنا كفنيين متدربين في الشركات بنقدر إن إحنا نعمل الاختبار، وبنوفر على نفسنا وبنوفر على العميل وقت وفلوس، ونفس الوقت بنحافظ على الجهاز. إما الفني يفك أكتر من قطعة في الجهاز، الجهاز بيتبهدل. طب ليه؟ فالموضوع معانا ببساطة إن أنا بقدر أستخدم الإيه ضبط المصنع واختبار كل قطعة، فبيقدر يوصلني للمشكلة بتاعتي. برجاء ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، ولو حضراتكم لكم اي سؤال اي استشارة تقدر حضرتك تتواصل معاه على الواتس، ورقم الواتس موجود على القناة. ولو حضرتك لك طلب معين او اقتراح للقناة تقدر تقوله لي، تكتبه لي في تعليق او تكتبه لي في الواتس، وانا ان شاء الله اعمل بيه عشان خاطر ان انا اقدر البي طلباتكم واتوسع في القناة. وشكرا لحضراتكم، تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.